السلام عليكم، مساء الخير. راح أتكلم عن الفرق بين الواط والفولت أمبير VA. عشان نفهم أول شيء لازم نفهم الباور أو الواط. نفهم الواط، عندي مصدر كهربائي اللي هو البطارية، عندي مصباح كهربائي راح أشغلها. المصباح الكهربائي في هذه الحالة راح يستهلك قدرة كهربائية تسمى بالواط أو قيمة استهلاكه بوحدة الواط. ففي الحسابات نعرف انه الباور بالواط تحسب يا اما من المصدر الجهد، التيار في الجهد، او عن طريق المعادلة، او في جهة الحمل اللي هو المصباح فانها تحسب بمربع التيار مضروب في المقاومة. وعشان تراجع هذه تحتاج تفهم قانون اوم وتراجعه، لكن هذه في الدوائر التيار المستمر. فغالبا في دوائر التيار المستمر القدرة اللي يعطيها المصدر هي نفس القدرة اللي تستهلك. فلو البطارية هنا مثلا 12 فولت مثلا أقول، وهذا سحب مثلا تيار 2 أمبير، في هذه الحالة القدرة للمصدر اللي هي الجهد في التيار حتعطينا 24 واط. كذلك هنا الباور لازم تكون في المصباح 24. ليش 24؟ لأنه ما عندي في المصباح، لأنه ما عندي غير هذا المصباح. لو عندي أكثر مصباح ممكن نقول إن القدرة راح تتوزع في أكثر من مصباح. فبعدين هنا نقدر نحسب المقاومة حق المصباح، لكن هذا الآن ما هو حاجة، ما رح نحتاج هذا، بس نبغى نثبت إنه القدرة الداخلة هي نفس القدرة اللي تنتجها البطارية، هي نفسها راح يستهلكها المصباح على شكل إضاءة، فراح يصبح قدرتنا 24. لاحظ كلامي هذا كله على موضوع الدي سي، أما في موضوع الاي سي فالموضوع يختلف قليلا. خلونا نشوف الآن دائرة أخرى. خلونا نشوف هذه الدائرة مصدر AC، وعندي حمل لو كان محرك، والمحرك معروف انه مكون من مقاومة وملفات. القدرة هنا حسابها يختلف، راح تكون التيار في الجهد، التيار اللي ينتج جهد المصدر مضروب في حاجة جديدة. الجهد في التيار او الفولت في التيار هذا نفسه اللي موجود في DC، وهذا الجزء من المعادلة يسمى، هذا يسمى أو هذه تسمى الفولت أمبير. جاي من فين؟ جاي من فولت والتيار، وحدة الفولت والتيار فولت أمبير، وقلنا هي نفسها اللي موجودة في الدي سي. حتى في الدي سي عندنا جهد والتيار بدون هذا الطرف الجديد، هذا نفسه فولت أمبير. إذا واضح إنه في دوائر الدي سي إن الواط هو نفسه الفولت أمبير، ما في فرق بينهم في دوائر الدي سي فقط. ما في دوائر الاي سي فحقيقة الواط والفولت امبير لا يتساوون، ليسوا نفس الشيء، فأن المصادر غالبا في دوائر الاي سي تعطى قيمها غالبا بالفولت امبير، قدرتها تعطينا بالفولت امبير. ايضا لو تلاحظ عندنا المحولات تقاس بالفولت امبير، ليش؟ لانه هو ما ينظر الى الجزء اللي راح يتركب فيه فيعطينا بوحدة. لذلك عند توصيل مصادر الاي سي مع الاحمال الكهربائيه فغالبا القدره اللي تستهلك هذه الاحمال تختلف عن القدره اللي تنتج، فتجد ان المصدر سيقاس او يعطيك بوحده الفولت امبير، اما الاحمال فتكون بوحده الواط. ليش ولماذا؟ السبب هو وجود حاجه تسمى الباور فاكتور او معامل القدره، هو اللي يغير المعادله هذه. والباور فاكتور هذا يعتمد على الحمل، يختلف من حمل إلى آخر، فهو في المحركات غير عن المصابيح. فلو جينا وخذنا المصباح مثال بدل محرك، فالباور فاكتور للمصابيح واحد، فحتصبح هنا الباور فاكتور واحد، فبالنسبة للمصباح الباور فاكتور واحد، فيصبح الفولت أمبير هو نفسه القدرة بالوات بالنسبة للمصابيح. أما بالنسبة للمحركات فممكن تجينا الباور فاكتور لها 0.8، بعضها أقل من كذا ممكن تصل إلى 0.7، فتختلف. مدام هذا 0.8 معناته البي اللي هي بالواط أكيد ما راح تساوي التيار مضروب في الجهد اللي هي الفولت أمبير. في هذه الحالة الباور اللي هي هنا تكون الواط لا تساوي الفولت أمبير، الواط لا تساوي الفولت أمبير. الحقيقة مهمة، حيث ان الـ V في الـ A هي تسمى الـ S ونسميها القدرة الظاهرية، اما الـ B فتسمى القدرة الحقيقية.
أيضا بالإنجليزي تسمى الـ apparent power، وهذه تسمى الـ real power، أحيانا تسمى الـ active power، فهناك اختلاف في هذه الحالة. أريد أؤكد، في دوائر الـ DC الـ apparent power أو القدرة الظاهرية هي نفسها القدرة الحقيقية، ما في فرق لأنه ما في عندي power factor. أما في دوائر الـ AC فهناك اختلاف ما بين الـ P والـ S بسبب وجود ما يسمى معامل القدرة أو الـ power factor زي ما شفنا. يعرف الباور فاكتور هو النسبة المئوية ما بين القدرة الحقيقية إلى القدرة الظاهرية، وهذا هو القانون. فلو قسمنا القدرة الحقيقية على القدرة الظاهرية اللي هي الواط على الفولت أمبير حتعطينا معامل القدرة. راح نسوي شفنا المثال مع بعض، القدرة الظاهرية لمحول، المحول المعتبر هنا المصدر عندنا اللي هو 1000 فولت أمبير، هذه القدرة الظاهرية. مطلوب نحسب القدرة الحقيقية بالواط لمحرك مثلا له معامل قدرة أو باور فاكتور 0.8. نشوف الحل مع بعض. المعادلة الماضية عندي القدرة الحقيقية تساوي القدرة الظاهرية مضروب في الباور فاكتور، اللي هو الواط يساوي الفولت أمبير مضروب في الباور فاكتور. مع أن القدرة الحقيقية الظاهرية 1000 اللي هي الفولت أمبير 1000 والباور فاكتور 0.8 نضربهم في بعض نحصل على 800 واط قدرة. لاحظ من القدرة الظاهرية 1000 المحرك فقط أخذ 800، يعني في 200 عندنا على شكل مفاقيد. فمن جديد لاحظ القدرة للمحول هي 1000، لكن اللي أخذها اللي راحت في المحرك هي فقط 800 بسبب معامل القدرة 8 من 10. فلو كان القدرة الظاهرية للمحرك 1 كان أصبح هنا عندي 1 وأصبح هذا 1 وأصبح الـ P يساوي 1000، لكن في الحقيقة ما في عندنا محركات الباور فاكتور حقها 1، لكن نقدر نعمل correction أو تصحيح لمعامل القدرة أو تحسين لهذا المعامل. هذا شرح سبق وشرحته وموجود في قناتي على اليوتيوب اللي هو تصحيح معامل القدرة. فكل ما حسننا معامل القدرة كل ما حصلنا على الباور أفضل. هذا هو الفرق ما بين الفولت أمبير وما بين الوات، خصوصا في دوائر الـ AC. شكرا لكم.